نورما كنت عارف نقدو من الصغر دابا كتمشي ماماك تبغي تتغدى مع مول الحانوت كيقول المصروف حتى تقدو تويشيه وتويشيه كتبقى في هاد مول الحانوت انت باقي صغير كتلصقها على الشكايط ماما خودي لي هذا لاحظتك ماما بغيتو خودي لي يا ماما بغيتو امك عندها دفتر ديال الكريدي ديال مقطع موك شنو هنا فين كيدخل الكدور موك كدور عند مول الحانوت كتغمزو ياك سيدي ها الشكلاط هذا ديال الفار ياك شكيقول يا مول الحانوت يا لالا راه عارفينو غادي يكون كيتلصق عليه الدري غيدي فابور نورمال كتكون باقي صغيور برام يلا عندك 3 شهور يجي عندكم خالكم شايب زياني مصطلح سنة في المقرة يجمل شقوفة أريدك الدري تحيدوا لي الشم الدري يطلع من الغم كيف على الصلاة يجيب لك الطافل هتشنو أخي زوير سينو في هذه المرحلة هذه ما نبقاوش نضحكوا مع ولادنا نبقاو نضحكوا خايب الدري باقي صغير كنجمعوا ليه كندوه ليه انت راه ماشي ولدنا راه علينا الباب ولقينا في واحد اللي دار بيض كياكدوا ليه هذا راه ماشي بابا هذه راه ماشي ماما كتولي باغي تنتحر شحال من واحد مدوز الطفوله ديالو غاضب بالبوله والشوكولاه كيقول لك انا رجوله جي با بوزوا عرفت كتابيسي هادشي كي علاش هادشي في التعارف مدام شطري فوالا نجي شي شويه لأنني دي النجومية فهم الحسن ليش بالريف على جسد الريف أفلام الريفية مية لبديعة صار مش مشكلة لا مسكين نحيد بها الحب انا نحيد بها دابا انا اصيب كان عندك هاد الشباكيه صافي مرتاح دابا عندك شي حاجه اخرى مكاينش مشكل وكتبوسو